حياكم الله. هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم العاملين والمتقاعدين في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بيوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى. وقال جلالته عبر صفحته على تويتر: جندنا البواسل رفاق السلاح وسياج الوطن، بكم أعتز وأفتخر، وبتضحياتكم تعلو رايات الأردن الحبيب، حماكم الله عاملين ومتقاعدين في كل مواقعكم، وحفظكم للأردن درعا ولرسالة الثورة العربية الكبرى أمناء مخلصين. ويتطلع الأردنيون وهم يحتفلون بيوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى بعزيمة وأمل نحو مستقبل أكثر إشراقا وإنجازا لوطنهم الذي دشن مئويته الثانية، مجددين العهد لقيادته الهاشمية ليبقى الأردن عزيزا قويا فوق كل المصالح. العاشر من حزيران، اليوم الذي عقد فيه الهاشميون النية للقضاء على الاستبداد، وقادوا الأمة في ثورة لم تشهد مثيلا لها في تاريخها الحديث. ثورة لم تكن محطة عابرة ولا معركة انتهت بمنتصر ومهزوم، وإنما أفرزت فكرا موحدا عبر قائد هاشمي يوجه مسيرة أمة ويرسم لها معالم آمالها وأحلامها وتطلعاتها. ثورة انتقل معها العرب من حالة إلى أخرى بعد حوالي 400 عام من الحكم العثماني الذي طال كل مناحي الحياة ولم يشهد فيه العرب أي تقدم يذكر. وفي هذه الذكرى يستحضر الأردنيون الرصاصة الأولى، بداية نهضة الأمة ومشروعها على طريق التحرير. الدبلوماسية والإنسانية وقوة السلاح والوطن كانت العنوان الأهم للثورة التي أسست بانطلاقها مجتمعاً إنسانياً قائماً على منظومة تحترم كرامة الإنسان وتعظم عقله وفكره وتحترم جهوده في بناء الحضارة الإنسانية. وعلى ثرى هذه الأرض رفع الجيش العربي راية الثورة وتسلم بها راية الدفاع عن قضايا الأمة، فقدم التضحيات بالدماء والأرواح وما زال. واستمرت هذه الرسالة جيش يفتدي الأرض حتى وصل بقاعا شتى من العالم، فجسد بخلقه وإنسانيته معاني الشرف العسكري التي انبثقت من روح رسالة الإسلام السامحة ديناً وخلقاً ومنهج حياة. احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، شارك مواطنون في مسيرة بوسط البلد في عمان نظمتها قوى حزبية وشعبية. المشاركون عبروا عن رفضهم لسياسات الحكومة التي اتهموها بالاعتماد على جيب المواطن دون البحث عن خيارات بديلة، مشيرين إلى اتساع شريحة المواطنين الذين يعانون الفقر والبطالة، ومنتقدين عدم رفع الرواتب والأجور بالتوازي مع موجة الغلاء والتضخم. اليوم المواطنون أصبحوا يشكون الفقر والجوع. اليوم ربع سكان المملكة حسب الأرقام الرسمية تحت خط الفقر، يعني 2.5 مليون مواطن تحت خط الفقر. ماذا يفعل هؤلاء؟ كيف سيعيشون؟ هذه الأسعار إنها تعتبر مصيبة على أبناء الشعب الأردني. إن كان هنالك فئة قليلة يعني مكتفية، فهنالك الفئة الأغلب غير مكتفية، وبالتالي عندما تخرج هذه المسيرة تخرج لأجل هؤلاء الناس. تأكل دخل المواطن الأردني نتيجة التضخم التراكمي خلال 11 أو 12 سنة الماضية. اليوم المواطن الأردني يعيش في 40% من الدخل الحقيقي مقابل ارتفاع يزيد عن 150% من الأسعار الحقيقية في 2011. الحكومة لم تجد حلولا إلا جيب المواطن من خلال رفع الأسعار. لأسابيع لا تصل مياه الشرب إلى بلدة رحابة في لواء المزار الشمالي بمحافظة إربد وفقا لأهالي البلدة. عشرات من أهالي البلدة نظموا وقفة احتجاجية مطالبين بالعمل على إيصال المياه إلى منازلهم أسوة ببقية المناطق في المحافظة، لافتين إلى تقديم شكاوى كثيرة سابقا إلى الجهات المختصة وتلقيهم وعودا متكررة لم تنفذ من أجل معالجة المشكلة. رحابة كغيرها من مناطق دول المزار الشمالي التي تعاني من انقطاع للمياه بظروف غير مبررة ووعود شبه يومية، يعني لا أريد أن أقول أنها كاذبة على الهواء ولكن لا يوجد مصداقية بالوعود. صارنا 3 أسابيع ما جتنا المية. المية اللي بتيجي من بير صمد لرحابة بتروح على أكثر من منطقة لرحابة،
بيجينا منها 10%. فاجعة أخرى في قناة الغور الشرقية، الطفل بشار الغروف يفقد حياته غرقا في أثناء عودته من المشاركة في جنازة مدير مدرسته، فيما تجددت مطالبات الأهالي بوضع وسائل حماية لوقف حوادث الموت المتكررة على امتداد القناة. يعني قاعدين أنا نربي ونتعب وحالتنا حالة، بالنهاية بلحظة اللي عز علينا يروح منينا. هذه صرخة أب مكلوم بولده الوحيد بشار، الذي لم يكمل العقد الأول من عمره الغض، اختطفته قناة الغور الشرقية كما اختطفت آخرين قبله هنا في منطقة المشارع. يعني أنا أناشد كل مسؤول، إنكم حسوا بالناس اللي مش دارين عنها، حسوا بالناس اللي تعبانة من مرة ومش دارين عنها، وحرام تظل هيك كل شهرين كل ثلاث طب وإنه رايح واحد، كل واحد وإنه مفقود. طب وين المسائل؟ وين الدنيا؟ وين هذا؟ ولا في ايات من مسؤول يقول ليش هيك؟ زيارة بشار الأخيرة كانت إلى المقبرة للمشاركة في جنازة مدير مدرسته، وخلال عودته كان الغرق ينتظره في الطريق ليكون قبره إلى جوار أستاذه الراحل، ولتبقى غصة الفراق في صدور ذويه. الشريعة أن احنا على قناة الملك عبد الله ما عليهاش لا سياج ولا عليها علامات إرشادية، وأكثر من يعني كل يوم بعد يوم قاعد بيموت فيها طفل، بيموت بها مرة شاب من وراء إهمال سلطة وادي الأردن، ومية شكوى رسمية صارت على سلطة وادي الأردن. إحنا قبل شهرين تقريبا توفى واحد عندنا هون بالبلد، قبل 4 سنوات توفى ابن عم إلي بيها كمان قناة الملك عبد الله، وقدمنا شكوى رسمية لا عليها سياج لا عليها علامات إرشادية ولا حتى على مستوى تعويض عوضوا أهلهم، وكل المطالبات على الفاضي. المطالبات المريرة من الأهالي بوضع سياج حماية للقناة متكررة تماماً، كما تتكرر فواجع الفقد في استمرار لمسلسل الوجع على امتداد قناة الغور الشرقية. في ظل الأزمة الغذائية العالمية، يدعو خبراء في الأردن إلى البحث عن بدائل لتأمين احتياجات المملكة، مشيرين إلى ضرورة إعادة الاهتمام بالقطاع الزراعي واستثمار الأراضي عبر غير المستغلة ومصادر المياه الجديدة أيضا. بلدنا في ظرف صعب وبحاجة، وهناك كثير من المقومات اللي موجودة في البلد ممكن أن تساعد على إنتاج. هلا في المناطق الشرقية، من ضمن المعلومات اللي أنا يعني بعرفها أو اطلعت عليها، إنه حوض السرحان وحوض الحماد في المناطق الشرقية فيها حوالي أكثر من 1,000,000 دنم، اللي هي تقريبا نصف الأراضي الزراعية المستغلة، وهي بكر وفيها مياه أيضا بكر لم تستخرج. وفي طبيعي هناك في ديبيت حول موضوع المياه، يعني وفي ناس يؤكدوا أنه عندنا مياه بتكفينا 500,000 سنة، وفي ناس بيقول لك في عندنا شو مياه، لكن هذه المنطقة لم تستثمر فيها مياه، والظرف الآن صعب. هذه ممكن تستثمر بشكل كبير في إنتاج القمح. هناك وسائل وتقنيات علمية جديدة تحلي مياه البحار للشرب للاستعمال الآدمي وللزراعة، وبكلفة قليلة جدا. في نفس الوقت الطاقة الشمسية المتجددة والنظيفة أيضا هي وعنا هي متاحة أكثر. قال وزير السياحة والآثار نايف الفايز إن محافظة مادبة تسخر بالمعالم الأثرية والدينية وتشتهر بتراثها ومطبخها التقليدي. جاء حديث الفايز على هامش افتتاح دورة تدريبية لإعداد وتحضير الطعام التقليدي بتنظيم من دائرة الآثار العامة والوكالة الإيطالية، ويأتي عقد هذه الدورة في الوقت الذي تحتفل فيه مادبة بوصفها عاصمة للسياحة العربية، وبالتزامن مع احتفالات الأردن بالأعياد الوطنية. سيتم فتح بوابات لخدمة إخواننا المنتج الذين يعملون في البيوت لبيع منتجاتهم في الشارع السياحي، حيث ستقوم البلدية بتوفير المكان المناسب بالشارع السياحي لبيع المنتجات السياحية والتراثية والطعام التراثي، بحيث يطلع كافة الزوار السياح الأجانب وحتى الأردنيين على صناعة السياحة التراثية الأردنية. بهدف تغيير الصورة النمطية للشباب، أقيمت في قاعة بلدية المفرق الكبرى وضمن مشروع الحملة الوطنية لتغيير الصورة النمطية فعالية تحت عنوان 10 نجوم. ووسط حضور شبابي تخلله العديد من الفعاليات،
أبرز الشباب المشاركون مواهبهم بكافة صورها، كما أكدت الفعالية على أهمية إدراج سبل تغيير الصورة النمطية عبر العالم الافتراضي. اليوم قدمت اللي قدرت اقدمه، انه كيف اوصل للناس معلومه اللي عنده اعاقه يقدر يعمل كل شيء، وانا كمان عندي اعاقه يعني راح مبتور من عندي اصبعين، فورجيت للناس اني اقدر اعزف واقدر اغني رغم كل الظروف يعني ورغم كل الاشي اللي صار معي. قدمت عرض مسرحي، العرض المسرحي هي عباره عن قصه شخص كان استفزاز له انه كيف اني انا استفزيته، من هذا الاستفزاز انه كيف هو بده يطلع وبده يتحدى هاي الصعوبات، وبس يتحدى هاي الصعوبات انه يقدر ينجز ويوصل لطموحه مع انه عنده اعاقه، بس عن طريق هذا الاستفزاز انه في ناس تنحبط وفي ناس لا، فهو لا تحدى حاله وتحدى كل الامور ووصل للهدف اللي هو بده يوصله رغم الاعاقه. المواهب اللي عندنا مواهب اهل المفرق نقدر نوصلها عن طريق المحاضرات، نقدر نوصلها عن طريق المسرحيات، نقدر نوصل صورتنا عن انه احنا كشباب احنا نوصلها لاكثر من جهه. توزيع 4000 كتاب مجانا، هذه المبادرة التي أقيمت وسط أجواء سياحية في قلعة عجلون تسعى إلى التشجيع على التمسك بالكتاب الورقي إلى جانب الكتاب الإلكتروني. أعز مكان في الدنا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب، بين أسوار وأبواب قلعة عجلون انطلقت مبادرة كتابنا حضارتنا تحت عنوان لكل زائر كتاب. هذه المبادرة التي من شأنها توزيع كتب مجانية على الزوار تصل إلى 4000 كتاب للتشجيع على قراءة الكتب التي أصبح معظمها بنسخ إلكترونية. اليوم في عنا مبادرة كتابنا حضارتنا، مبادرة تهدف لنشر الثقافة والوعي في كافة محافظات المملكة الأردنية الهاشمية. انطلقت المبادرة في محافظة إربد ومحافظة الزرقاء، محافظة مادبة والسلط، واليوم إحنا في محافظة عجلون. والحمد لله كان في إقبال وترحيب من أهالي مدينة عجلون، من يعني أثار سرورنا. والحمد لله كانت فئات العمرية كافة موجودة في الموقع، إن كان كبار سن وأطفال وحتى سيدات. كان هذا بجوز النشاط الأول اللي يقام بهذه الطريقة بمحافظة عجلون، تحديدا بساحة القلعة، بهدف تسويق المحافظة سياحيا أول شيء، وثانيا يعني شكرا لأمانة عمان اللي قامت بالتعاون معنا ومع مديرية الثقافة ووزارة السياحة بتنظيم هذا المعرض اللي يوزع مجانا. تقريبا حوالي 4000 كتاب وزعت على زوار قلعة عجلون، وإحنا تحديدا يعني هذا اليوم كان هو نشاط ثقافي مميز لعجلون غير عن النشاط السياحي الآخر، والثقافة هي جزء من السياحة التاريخية والأثرية، وعجلون مليئة وتزخر بالمواقع الثقافية والتاريخية. في ظل الثورة الرقمية اللي بشهدها العالم أصبح ساعد هذا الشيء على انتشار الكتاب الإلكتروني بشكل أوسع لكل الأطياف لكل الجهات، أصبح الكتاب متاح في كل الأوقات بظل وجود الهواتف الذكية اللي موجودة المحمولة، ولكن هذا لا يغني عن اللي هي وجود الكتاب الورقي. فالعلاقة اللي موجودة بين الكتاب الإلكتروني والكتاب الورقي هي علاقة تكاملية وليست علاقة تنافسية. خير جليس وخير صديق، كتب متنوعة بثقافاتها ومجالاتها حصدها الزائرون لقلعة عجلون من سياح وزوار وأطفال لتشجيعهم على القراءة، حيث تخلل هذا المعرض فقرة للرسم على وجوه الأطفال وتعريفهم بالكتب وأهميتها. هاي المبادرة هي لكل زائر كتاب، للأمانة هاي بتعيد وبتشجع الشخص على القراءة والثقافة كمان، لأنه للأمانة الآن هي القراءات الإلكترونية عن طريق التليفون أو الموبايل يعني أخذت اهتمام أكبر. أثر الكتاب الورقي باقي، وكما ترى هذا أكبر دليل المعلومة التكنولوجية موجودة نعم ولكنها مؤقتة، أما الكتاب فهو مرافق لي أينما كنت. ويبقى السؤال هنا، هل استمرار هذه المعارض سيساعد في بقاء هذه الكتب الورقية حيز الاستخدام، أم أنها ستصبح من الماضي بعد تحولها بنسخ إلكترونية؟ مريم الحراحشي شابة أردنية من محافظة المفرق احترفت فن الرسم على الماء المعروف بفن الإيبرو، وسخرت جزءا من وقتها وجهدها
لتدريب ذوي الإعاقة على الرسم، الأمر الذي لاقى استحسان الأهالي في ظل عدم توفر مراكز مخصصة لهذه الفئة في المحافظة. بدأت بفن بشغفي لهذا الفن، فن الإبرة أو فن الرسم على الماء. قبل بدايتي في الجامعة لفت انتباهي هذا الفن، شو جميل شو حلو، إنه ممكن يتطور وممكن يصير مهنة عند الناس، خصوصا إنه منسي وغير معروف عند الناس. فقررت إني أرجع أحيي وأعلمه للناس، خصوصا لذوي الإعاقة اللي هم من الصم والبكم، متلازمة داون. في كمان عنا الإعاقات الحركية مناسب جدا لإلهم. تعتبر ذوي الإعاقة لإنهم فئة مهمشة للأسف وغير مركز عليها، مش ما في عندهم تسليط ضوء لمهاراتهم، خصوصا إنهم عندهم مهارات عندهم مواهب ممكن تسليط الضوء عليها واستفادة منها وتشغيلها في المجتمع المحلي، خصوصا إنه في عندنا في سوق العمل بعض ذوي الإعاقة ما عم بيستقبلوهم، لا ممكن مشاكل صعوبات عندهم مشاكل. فلهيك احنا ركزت على انه اخذ هاي الفئات لحتى ادربها واشغلها بسوق العمل ان شاء الله. في البداية كنت اتعامل مع بنت جيراننا، بصراحة هي احد طالباتي، هي بنت متلازمة داون ولاحظت عندها موهبة الرسم على الماء، فلهذا السبب أنا قررت أني أدربها بشكل شخصي. بعد هيك حبيت الموضوع، لقيت أنه ممكن أدرب ناس أكثر. صراحة إنسانيتهم جدا رائعين لطيفين، كل يوم عم بينبسطوا أكثر، أنهم عم بيجوا الصبح بيكونوا مبسوطين كيف عم بيحضروا أغراضهم، بيحبوا يرسموا بيحبوا يتعلموا بيحبوا يعملوا الإشي بإيديهم، وموهوبين جدا جدا ما شاء الله عليهم. دربت أكثر من 40 طالب وطالبة، كانت الفئات متفاوتة ما بين عمر 10 سنين لحد 40 و50 سنة من فئة النساء. كان مبسوط يحكي لأبوه شو عمل، يحكي له ويجيب رسماته يلي رسمهم على اللوحات أي على الورق ويفرجيهم. لا يجي علي ناس دغري يمسك الورق ويفرجي إياهم، يعني ما خلى حدا إلا فرجاه رسماته على الورق على الماء. صار أكثر إنه يحب يطلع يحب يروح، إنه يعني خلص إنه في إله إشي معين إنه يروح يداوم فيه. في سوريا التي كانت تحقق اكتفاء ذاتيا من القمح، تغير حال المزارعين، والسبب الأزمة السياسية والاقتصادية والتغير المناخي. إلى التفاصيل. بعدما أفقد الجفاف أمال المزارعين بحصد محاصيل قمح وفيرة هذا العام، لم يجد موسى فاطمي من حل سوى بيع إنتاج حقوله في شمال شرق سوريا إلى رعاة الأغنام مقابل أسعار رمزية، متكبدا خسارة مالية كبيرة. على غرار مناطق أخرى في سوريا، بات التغير المناخي يهدد مصير الزراعة خصوصا القمح الذي يعد ركيزة للاقتصاد ومصدرا رئيسا للدخل وشبكة أمان اقتصادية مهمة للأسر الفقيرة في شمال شرق البلاد. بملايين خسائبه، ملايين. قبل النزاع اعتادت سوريا تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح مع إنتاج يتجاوز 4 ملايين طن سنويا، لكن مع توسع رقعة المعارك وتعدد الأطراف المتنازعة انهار الإنتاج إلى مستويات قياسية، وباتت الحكومة مجبرة على الاستيراد خصوصا من حليفتها روسيا. ضمننا ب 15 يعني 15,000 دونم، احنا حاطين 20 فوق الاشي، يعني ما راح يعوض خسارتنا يعني. ويهدد انخفاض الانتاج قرابة 60% من السكان الذين يعانون اساسا من انعدام الامن الغذائي في بلد غالبية سكانه تحت خط الفقر. والله الموسم السنة ضعيف 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 بسبب هالظروف الجوية وقلة الامطار وتعرف ارتفاع الاسعار وغيره. وشكل إنتاج القمح في محافظة الحسكة الموسم الماضي 26% مما كان عليه العام الذي سبقه، بعدما تراجع من 805 ألاف طن في موسم 2019-2020 إلى 210 ألاف طن الموسم الماضي. من جديد حياكم الله، وإلى الشأن الفلسطيني، حيث أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداءات المستمرة للمجموعات الاستيطانية على أملاك البطريركية الروم الأرثوذكس، محذرة من تبعات قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير على أملاك الكنيسة والوجود المسيحي في القدس الشرقية المحتلة.
الخارجية أكدت عدم اعترافها بسلطة المحاكم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي القدس الشرقية أيضا، رفضها المطلق لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير هوية وطابع القدس الشرقية المحتلة بما فيها البلدة القديمة. كما أكدت على لسان الناطق الإعلامي هيثم أبو الفول رفضها تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية، مشددة على وقوف المملكة إلى جانب المقدسيين والكنيسة الأرثوذكسية ضد اعتداءات المستوطنين. من خلال بناء أكثر من 10 بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية، يرحب المستوطنون بالرئيس الأمريكي جو بايدن الذي من المفترض أن يجري زيارة للأراضي الفلسطينية خلال الفترة القادمة، الأمر الذي يراه محللون واقعا جديدا في سجل الاستيطان. لنتابع. هكذا يخطط المستوطنون بالترحيب بالرئيس الأمريكي جو بايدن في زيارته المتوقعة لفلسطين. أكثر من 10 بؤر استيطانية جديدة ينوي المستوطنون إقامتها لتحقيق أهداف عدة، منها الاعتراض على حكومة الاحتلال لعدم تطبيقها ما يسمى قرار أفيتار الموقع بين المستوطنين وحكومة الكيان والمرتبط بالبؤرة الاستيطانية التي يحاول المستوطنون إقامتها على جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس. نحن أمام موجة جديدة من التحدي في فرض أمر واقع تهويدي لمناطق الضفة الغربية، وبني التبنى سياسة تختلف في العلن بالمسميات ما بين سياسة نتنياهو الذي تحدث عن السلام الاقتصادي أو عن مشروع بني لتقليص الصراع. الهدف الرئيسي واضح من كل الأحزاب الإسرائيلية، مزيد من الضم، تعزيز الإسلام في مناطق الضفة الغربية، تعزيز نظام الأبرتهايد والفصل العنصري، حش الفلسطينيين في معازل وكنتونات. وبالتالي اليوم هناك محاولات من جمعيات الاستيطان للانتشار في كل مناطق الضفة، وليس فقط بحشر ذاتهم في مستعمرات ومستوطنات. خطوات المستوطنون هذه يعتبرها المحللون أنها رسالة سياسية بأن أراضي الضفة الغربية هي ليست أراضي تقع تحت الاحتلال بل متنازع عليها، ومحاولة فرض رواية الاحتلال على الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية الحالية تريد أن تؤكد على أمرين: الأول أنها ماضية في تهيئة أجواء لعملية سياسية، والثانية هي دعم إسرائيل المتواصل لسياساتها وكذلك لبقائها في المنطقة وفتح آفاق جديدة للعلاقة مع دول عربية. المستوطنون واليمين الإسرائيلي يريدون أن يؤكدون على استمرار سياسة الاستيطان في الضفة الغربية بغض النظر عن قرارات الإدارة الأمريكية وسياساتها، وحتى في ظل وجود بايدن في إسرائيل في زيارة رسمية له محتملة. بناء البؤر الاستيطانية الجديدة ليست وحدها من تشكل خطرا على جغرافية الأرض الفلسطينية، بل الأخطر اليوم بحسب المراقبين هي سياسة الاستيطان الرعوي الذي يسيطر على 10,000 دنومات كمناطق تابعة للمستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية. قرر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الاستثنائية التي عقدها أمس في رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد شتية، قرر اتخاذ قرارات لمواجهة تداعيات ظاهرة ارتفاع الأسعار والناجمة عن تداعيات الأزمة الأوكرانية. المجلس ناقش الظاهرة ذات المنشأ العالمي وقرر إبقاء خلية الأزمة المشكلة من وزارات الاقتصاد والمالية والزراعة والداخلية والنقل والمواصلات والضابطة الجمركية وممثلين عن القطاع الخاص والتجار في حالة انعقاد دائم لمتابعة وضبط الأسعار. كما قرر تمديد إعفاء الطحين من ضريبة القيمة المضافة ل3 أشهر واستمرار دعم الماء والكهرباء والمحروقات والحفاظ على الجمارك مثلما كانت قبل نشوء الأزمة وممارسة أقصى درجات المرونة في إعادة تقييم السلع المستوردة. تصدر ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي المشهد اللبناني بعد وصول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى حقل كاريش. لبنان استنجد بالوسيط الأمريكي أموس هوكستاين الذي يصل في الساعات المقبلة إلى بيروت وسط أجواء تصعيدية حزب الله وكلام عن تسوية تقايض حقوق لبنان بمصالح السياسيين.
جولة محادثات حاسمة تنتظر لبنان مطلع الأسبوع المقبل مع الوسيط الأمريكي في ملف التفاوض لترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي آموس هوكستاين الذي سيصل في غضون يومين إلى بيروت. جبهة المفاوضات هذه ستفتح على وقع ساخن أملته التطورات الأخيرة بوصول السفينة إنرجين باور إلى المياه الإقليمية للبدء بالتنقيب عن النفط والغاز في حقل كاريش. الاحتلال الإسرائيلي يعتبر أن الحقل ضمن حدوده البحرية وليس ضمن المنطقة المتنازعة عليها مع الجانب اللبناني المتخبط رسميا في موقفه بعدما حدد منطقته البحرية بالخط 23 المقابل لحقل قانا عبر وثيقة مسجلة لدى الأمم المتحدة ولم يعدل المرسوم 6433 بحيث يصبح الخط 29 الذي ينطلق من رأس النقورة هو حدوده الفعلية. الحكومة اللبنانية عارفة كتير منيح أنه سفينة الإنتاج حتوصل على كاريش وتبلش شغل، وهني عارفين أنه آموس هوكستاين عرض عليهم عرض وهني نايمين على العرض صارلون 4 أشهر. خليها أقل له الحكومة اللبنانية تقله أنه خلينا نشوف إذا كاريش أساساً في مكمن مشترك. خط 29 لو كان بدهم إياه كانوا عدلوا المرسوم. رئيس الجمهورية ما عرض الموضوع على مجلس وزراء، رئيس نجيب ميقات أساساً متنازل عن خط 29، وبالتالي اليوم الحزب حيطلع تيهدد تياخد ديل أفضل على 23، هذا لازم يكون معروف للجميع. هذا التنازل وضعه متابعون للملف في خانة المقايضة لرفع العقوبات الأمريكية على النائب جبران باسيل والحفاظ على ترسانة حزب الله العسكرية وغيرها من المصالح الخاصة. نحن حنحاول نكون عم نتحرك بكل قوانا إن كان بمجلس النواب أو إن كان بالحال الشعبي وبالشارع حتى نضغط باتجاه نعدل هذا المسار حتى نقدر نحصل حقوقنا الوطنية. وكان لافتا استباق الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله المفاوضات بتلويحه بالردع وبرسالة مزدوجة إلى الداخل وإلى الاحتلال، فهل لبنان أمام خطر نشوب حرب جديدة؟ 10 سنين حزب الله ما عمل شيء وعنا نحن 860 كيلومتر مربع متنازع مع إسرائيل، ليه اليوم وقت عم نطالب بحقنا بال 29 صاروا عم بيهددوا بقصة إنه بدهم يعملوا حرب؟ هذه مسؤولية كمان مرة تانية الطبقة الحاكمة اللي هون عم تتقاعس وعم تفتح المجال لا العدو الإسرائيلي يكون عم بيقدر يكون عنده رافع علينا بالمفاوضات ويكون عنده ذريعة بمكان ما أنه يعمل أي عمل عدواني. في أي حال فإن المشهد الداخلي عشية المفاوضات كما عشية الاستحقاقات السياسية المنتظرة في ملف الحكومة وغيرها يبدو محفوفا بالكثير من التعثر والإرباك. وبانتظار وصول الوسيط الأمريكي الكل ينتظر ما سيكون عليه موقف الدولة اللبنانية في ضوء تحركات إسرائيل من جهة ورد فعل حزب الله من جهة ثانية، خصوصا وأن لبنان لا يحتمل أي تصعيد وسط مأزق الاستحقاقات المتزامنة داخليا وإقليميا. من بيروت جوانا نصر الدين، رؤيا